اسالك عن محمد هاني تحديدا. محمد هاني من الاسماء زي ما احمد قال انه عبد القادر ممكن يبقى موجود مع مصر في ماتشين التصفيات كاس العالم السنغال. يتقال ان محمد هاني ممكن يكون من الاسماء اللي وارد تخش جدا مع منتخب مصر في كاس العالم، خاصه ان هو تالق في كاس العالم للانديه بشكل ما يعني او بشكل معقول جدا في مباراه ان الهلال ما ظهرش بشكل كويس. محمد هاني اعتاد الظهور بشكل كويس مبدئيا في كاس العالم للانديه دايما، دي بطولته دي بطولته المفضله عموما يعني سواء السنه اللي فاتت او السنه دي بيظهر بشكل كويس. طبعا مشكله محمد هاني محمد هاني ديفيز محمد هاني مشكله ديفز. كومان كومان مشكله محمد هاني الاكبر في رايي هو عدم الاستمراريه. محمد هاني لو قدر يستمر على مستواه لنص موسم متتالي هيظهر بشكل هيك هيستمر بشكل افضل، لكن مشكلته دايما هي عدم الاستمراريه. ما بفهموش انا دلوقتي افرد دراعاتي الاثنين كده واقول انا الباك رايت الوحيد اللي في مصر وانا اجمد واحد في مصر وانا اللي اقدر العب مع منتخب مصر وانا اللي هبقى اساسي النادي الاهلي، ما بفهموش فكره اهداره للفرص العظيمه دي، خصوصا كمان لما ملوش منافسين حرفيا يعني. انت طلع كمان بثلاث مدافعين فانت الباك بتاعك عنده كل الفرص اللي يقدر يظهر بيها قدراته الهجوميه. طبعا مطلوب منك ترجع وتغطي ولكن مش بنفس الكثافه وانت بتلعب باربعه. صحيح. انت وراك مدافع بيغطي والمدافع ده لو ما غطاش فانت وراكم حمدي فتحي المفروض بيشيل ورا الاثنين، فانت عندك المفروض مساحه اكبر ان انت تشكل خطوره هجوميه. يمكن جزء منها هو ان ما فيش جناح ثابت بيلعب مع محمد هاني يقدر يكون في انسجام ما بينهم زي ما كان فوقت بيحصل الناحيه الثانيه مع علي معلول، ولكنه ده مش جزء رئيسي في رايي. جزء رئيسي هو محمد هاني نفسه. اللاعب محتاج ان هو يكون ثابت على مستوى لفتره معينه، يكون عارف هو مطلوب منه ايه، ما يلتفتش للسوشيال ميديا سواء بالايجاب او بالسلب. دي حاجه من الحاجات المؤثره كتيره في رايي في محمد هاني. طيب. ان هو بيلتفت للسوشيال ميديا. طيب قبل ما نروح للفصل هسالك برضو على محمد هاني يا احمد. ليه التذبذب ده في المستوى؟ ليه صعود وهبوط في مستوى محمد هاني وانت خاصه ان انت زي ما قلت عندك فرصه عظيمه تبقى اساسي منتخب مصر؟ انا شايف ان هو الموضوع يعني بعيدا عن الفنيات هو خلاص ما دام بيظهر احيانا جيد فانت ما تقدرش تقول ان هو فنيا سيء، ولكن المشكله تبقى فعلا نفسيا. انت في احيانا في كاس زي ما انت كان ديو بيقول لك ان هو بيظهر في كاس العالم الانديه، مفيش مناسبه اقوى من كاس العالم الانديه عشان تظهر فيها بشكل قوي، اضافه الى كاس العالم الانديه مثلا نهائي القرن قدام الزمالك. طب محمد هاني قدم ماتش كبير. محمد هاني دايما بيكون بحاجه الى المحفزات تحسسه اولا بالثقه، وفي نفس الوقت مش بالثقه بس، لا ثقه وان انت تحت المجهر لازم تحت الضغط، فاهم انت ايه محتاج قوي تظهر النهارده كويس عشان تثبت نفسك. في الاوقات اللي زي دي محمد هاني بيظهر، لكن اول ما بيحس ان هو ضمن مكانه وقتها بيبدا يهدى تاني الكيرف و يقل مستواه. اعتقد هي دي النقطه اللي هو محمد بتفرق على فكره ما بين اللاعب السوبر واللاعب المتوسط. لازم يدركه محمد هاني ان هو علشان يبقى لاعب سوبر لازم ان هو يبقى عنده ثبات على التوب، يبقى هو بينافس نفسه ان انا عايز ابقى دايما قوي، مش شرط يكون الحدث قوي علشان انا اكون في الموعد. الدليل على كلامك ده اللي هو اللي موجود الناحيه الثانيه علي معلول. بالظبط يعني كده. انت لما هيبص على علي معلول يفهم السوبر والمتوسط الفرق بين الاثنين. طيب.